مركز تدريب جسر السويس، مركز تدريب على مهن التشييد والبناء. دور المركز بيقوم على محورين، المحور الاول تدريب العماله الحرفيه ومشرفي التنفيذ على اعمال التشطيبات والخرسانه. الدورات التدريبيه بتتم طبقا للوصف الوظيفي لكل مهنه والجدارات من مهارات او معارف مطلوبه لكل مهنه. بناخد عندنا المشرف التنفيذي عمل التشطيبات المباني والبياض والدهانات والسيراميك والصح الداخلي، بنعمل دورات للصح الخارجي، بنعمل دورات لاعمال الخرسانه المسلحه، اعمال الحداد المسلحه، اعمال الشدات المعدنيه. المحور الثاني اجراء الاختبارات النظريه والعمليه للمهن الحرفيه ومشرف التنفيذ. بناء على الاختبارات بيتم اعداد دورات تدريبيه لرفع كفاءه العامل او المشرف في البند اللي محتاج فيه زياده للمعرفه او زياده للمهاره المطلوبه. المركز بيحتوي على 8 ورش تدريبيه، ورش التشطيبات عباره عن مباني، ورش مباني، ورش بياض، ورش دهانات، ورش سباكه، ورش الخرسانات، ورش الخرسانات 3 ورش، ورشه الشده المعدنيه، ورشه النجاره المسلحه، ورشه الحداد المسلحه. المدربين تم اعدادهم وتدريبهم على دورات اعداد مدربين في المانيا في فرانكفورت وودر بناء على اتفاقيه تعاون ما بين الغرفه الالمانيه والشركه عندنا. سافرنا هناك خدنا مجال التشطيبات، وبعد كده جينا خدنا دوره اعداد مدربين، وتم نقل لمركز تدريب جسر السويس كمدرب لاعمال التشطيبات في المركزين.